احمد انت في الاول عملت اغاني بتاعتك، يعني كلمات لحنك توزيعك، ده حقيقي. دلوقتي انت سمعتك كده قلت انا هركز شويه في الكفرز، يعني انت شايف ان انت الفتره الجايه يعني هتركز اكتر ان انت تغني الاثنين؟ اه يعني ده لا يقل اهميه عن ده. الاوريجينالز طبعا يعني من الواضح انك عندك خلفيه ودي حاجه جميله جدا وبسطاني يعني، فاكيد عارفه ان الموضوع ده بياخد وقت ومرهق جدا طبعا، توزيع والتلحين والفكره والكلام. عشان بتكريت بتكريت موضوع كل مرهق. حاجه، تقعدي فتره مع الشاعر وتعدلي في الكلام وتخلصتي تخشي على اللحن فتره، بعد كده التوزيع كده، الميوزيشنز يجوا يلعبوا المزيكا، بعد كده التسجيل، قصه طويله قوي. فالكفرز اسهل من كده بكتير. بالظبط، انت ممكن بين الاغنيه اغنيتك اللي انت الاوريجينال بتاعتك والاوريجينال في اغنيه كفر عشان تلاقي وقت صح ان انت تكرييت. بالظبط كده. هي دي الفكره. ده حقيقي. طيب انت مش والنبي ثانيه يا فاروق، مش بتفكر توزع لناس ثانيه ولا انت بتحب توزع لنفسك بس؟ ده بيحصل. اوكي، ده اصلا ماي اون بزنس، يعني انا سايب الهندسه. خرجت الحمد لله وكل حاجه، بس يعني مش مهتم قوي بالسيفل انجينيرنج، يعني مركز في الميوزك برودكشن، وغير كده غير الاغاني كمان بشتغل بعمل مزيكه اعلانات. اوكي، حلو قوي. ملهاش علاقه بالغنى بقى، مزيكا بس. حلو قوي. جميل جدا. وكمان اشتغلت متعدد المواهب. موسيقى تصويريه برضه. اشتغلت ايه؟ موسيقى تصويريه، افلام قصيره. جميل جدا.